السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من العراقية الأخبارية. أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظم اليوم زيارة مهمة إلى محافظة كربلاء المقدسة، زيارة تشير إلى عزم الحكومة على متابعة المشاريع الخدمية فضلا عن زج القطاعين العام والخاص وتفعيل النشاط الاقتصادي والزراعي. الكاظمي بيّن أن السنوات الماضية أثبتت فشل الاعتماد الكلي على النفط وأن هناك ورقة من الإصلاحات المرتقبة. تزامنا مع هذه الجهود تبقى معضلة الكهرباء تشكل تحديا كبيرا للحكومة بالرغم من المبالغ الطائلة التي خصصت لها منذ عام 2005 إلى يومنا هذا. مشاهدينا، بداية أرحب بضيوفي معي في الاستوديو هنا الأستاذ أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أهلا بك أستاذ أحمد. حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. أيضا أرحب بالسيدة جاسم المسوي المحلل السياسي، أهلا بك أستاذ. أهلا بك أستاذ. مشاهدينا، قبل أن نبدأ الحديث مع ضيفي نبدأ المحور الأول حول زيارة رئيس مجلس الوزراء السيدة مصطفى الكاظمي إلى كربلاء المقدسة. الجانب الصحي حظي بالجزء المهم جدا ضمن القضايا التي طرحت في هذه الزيارة، وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور عدي السلامي المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة كربلاء. دكتور عدي، مرحبا بك في هذه الحلقة الخاصة. بداية، شهدت الزيارة افتتاح مستشفى الإمام الحسن عليه السلام في كربلاء المقدسة لاحتواء أكبر عدد ممكن من المصابين بجائحة كورونا، حدثني عن انعكاس هذا الموضوع على الوضع الصحي في المحافظة. اهلا وسهلا بالعراقية وبالاخ المذيع. اهلا بك. الحقيقة اليوم تشرفنا بزيارة السيد رئيس الوزراء الى كربلاء لافتتاح عدد من المشاريع، من بينها مستشفى الامام الحسن المجتبى عليه السلام، افتتاح الانجاز النهائي للمستشفى، وهذا يعني الانجاز الذي انتظرناه طويلا منذ عدة سنوات، وسوف يتبعه إن شاء الله مراحل التسليم والاستلام بين الوزارة والشركة ليكون في عهدة دار صحة كربلاء بعد ذلك، ويدخل الخدمة بأسرع وقت، وإن شاء الله ما راح تطول العملية أسابيع قليلة. نعم. وحقيقة يعني وعدنا السيد رئيس الوزراء بتذليل جميع العقبات للاستلام النهائي الكامل والناجز من خلال وزارة الصحة ومتابعة من مكتب رئيس الوزراء. طيب دكتور، هذه المستشفى يعني بسعة 492 سريرا. نعم. تقريبا يعني بنظر إلى أعداد الأسرة الموجودة في هذا. نعم. المستشفى وأيضا مستشفيات أخرى افتتحت في محافظة كربلاء، هل يتم السيطرة. نعم. على عدد المصابين واحتواء أكبر عدد ممكن منهم بحسب الإصابات المكتشفة؟ الحقيقة هي مستشفى كبيرة وتعتبر يعني مدينة طيب من 400 ويمكن زيادة أسرتها إلى أكثر من ذلك أيضا، وفيها مختلف التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة والنوعية، وخصوصا هناك أيضا فيها المعجل الخطي لعلاج الطب الذري لمرضى السرطان، وهذه تعتبر نقلة نوعية في كربلاء، حيث. نعم. لم يتواجد هذا الجهاز إلا الآن في كربلاء، ويعني قليل المحافظات المتواجد فيها هذا الجهاز المعجل الخطي، وهناك خدمات أخرى يعني نوعية جدا ومتطورة سوف تخدم شرائح كبيرة من أهالي كربلاء. نعم. وأيضا المحافظات العراقية الأخرى، كون إن كربلاء لا تستقبل فقط مرضاها وإنما مرضى من جميع المحافظات، حيث تعلم أن هناك الزيارات المليونية والزيارات الأسبوعية نعم. والراتبة، ونستقبل نحن لدينا الآن في مستشفياتنا ما يقرب من 30 الى اكثر من 30% من مستشفى من. نعم. مرضى. هي هذه النقطه التي اريد ان اثيرها دكتور عدي، عذرا. نعم. على المقاطعه وايضا على الاطاله، يعني انت ذكرت خصوصيه لمحافظه كربلاء لكونها مدينه دينيه. نعم. تحظى بعدد كبير من الزوار بشكل دوري سنويا، يعني القطاع. نعم. الصحي اصلا يعني من القطاعات التي يشار اليها ب يعني لا اقول بعدم الاهتمام وانما بالاحباط خلال سنوات طويلة وحكومات متعاقبة بسبب تردي المستوى الصحي، يضاف إلى ذلك خصوصية محافظة كربلاء، هل تم طرح كل هذه المشاكل على رئيس مجلس الوزراء وكيف كان تعامل مجلس الوزراء مع القضايا المطروحة؟ حقيقة تم طرح هذه النقاط على السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له،
وكان التلقي إيجابي من قبل السيد رئيس الوزراء، ووعدنا بتذليل جميع العقبات الممكن تذليلها في سبيل إنجاح هذه المستشفى ودائرة الصحة بشكل كامل لخدمة أكبر شريحة ممكنة من أهالي كربلاء والمحافظات الأخرى الذين يتوافدون إلى محافظة كربلاء طيلة السنة من زائرين وسياحة علاجية وما شابه ذلك. نعم دكتور عدي السلامي المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة كربلاء، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي ومعك أستاذ جاسم الموسوي في الموضوع ذاته. في زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى كربلاء المقدسة، سبقت هذه الزيارة زيارته إلى محافظة ديالى ووقوفها على المنافذ الحدودية كقضية أساسية ضمن الإصلاحات الحكومية، هل ترى أن زيارته إلى كربلاء تأتي ضمن الإطار ذاته أم أن هناك خصوصية معينة؟ بالبداية تحية لحضرتك وإلى أستاذ أحمد وإلى مشاهدي العراقية. طبعا ربما السيد الكاظمي يتميز عن باقي رؤساء الوزراء الذين كانوا حقيقة في إدارة الحكومة العراقية في أنه أخذ الجنب الاقتصادية المالية مباشرة وبحضور مباشر، وهذا مهم جدا. بمعنى عندما ذهب إلى المنافذ الحدودية أراد أن يقول القانون والقوة التنفيذية ورئيس الوزراء كلهم لإيقاف الفساد المالي والإداري من خلال هذه المنافذ، وعندما ذهب بكامله إلى كربلاء أراد أن يشير إلى أن تكلس القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على أن ينجح في بلورة مشاريع، ها هم الآن يجتمعان القطاع العام والقطاع الخاص وتضع الحكومة بشخص الرجل التنفيذي دعمها الكامل لهذه الخطوة التي ستعزز الاستثمار في العراق ولربما ستمنح الثقة لأغلب العراقيين على أن يستثمروا أو أن يتعاملوا بعملية البناء أو دعني أقول الهندسة المعاكسة، إعادة بناء العراق من ذلك. السيد رئيس الوزراء أيضا يتميز بأنه هذه المرة يذلل العقبات بشكل مباشر، وهذا يحسب للسيد الكاظمي حاليا في ظل هذه الظروف والاستعصاءات والكوابح السياسية ولربما التراجع. أيضا في نفس التوقيت هي رسالة على أن الجائحة التي يمر فيها العراقيون سيكون داعما لأي خطوة تتبنى مفهوم إعادة تصميم أو بناء المستشفيات أو إعادة تأهيل المستشفيات بما يخدم الشارع العراقي والشعب العراقي. هذه تحسب على الانتقال من المنطقة الخاصة إلى الحدث وإلى الفرصة، وهذا في علم السياسة يفترض أن يتبناه جميع السياسيين باعتبار أن هذه الفرصة يجب أن يذهب إلى السياسي أو أن تأتي للسياسي، في كلاهما يجب أن تكون مخرجاتها للشارع العراقي. أنا أعتقد زيارة موفقة كانت فيها إشادات، وأيضا هذه الزيارة ربما ستكون الخطوة الأولى في زيارات أخرى متعددة لفتح مشاريع ومصانع كاد الشعب العراقي لديه أن يصبح يأس من أن هذه الدولة تتمكن حقيقة من خلق ورش عمل. جسم يعني ليست الزيارة الأولى على مستوى رئاسة مجلس الوزراء إلى المحافظات. إذا أردنا أن نربط بين هذا الموضوع وبين الإصلاحات في هيكلية مؤسسات الدولة ومتابعة ملفات الفساد السابقة ومحاولة إصلاح الترهل الموجود في الأداء الوزاري، هل يمكن اعتبار هذه الزيارة يعني نقطة انتقال في دور الحكومة تجاه النظر في ملفات الحكومات المحلية في أداء الوزارات يعني خارج العاصمة؟ يعني أولا هي رسالة، فعلا هي رسالة على أننا قادمون على فتح كثير من الملفات بل معظم هذه الملفات، وهذه الملفات يجب أن تغلق ويجب أن يتخذ فيها قرار يقنع الشارع العراقي. هذه نقطة. النقطة الأهم أن الرجل لا يريد أن يصطدم بالخلافات السياسية، وهذا مهم جدا. الرجل ذهب إلى الواقع إلى التطبيق إلى منافذ حدودية يعتقد أن هناك فساد مالي وإداري وهناك أدلة، يعتقد أن المستشفيات ضرورة وحاجة أن يكون رئيس الوزراء، وبالتالي هو يتبنى مفعول الأمر الواقع على حالة بنائية أفضل من حالة الهدم السياسي التي عندما حقيقة يجلس رئيس الوزراء ويلتقي بالقوى السياسية بكل تأكيد ستكون هناك كوابح وكثير من المشاكل والأزمات وهذا الهجوم المقابل الذي نشهده. أنا باعتقادي هي مرحلة التحول من النظريات التي كان تعيش الرئاسات إلى مرحلة العمل المباشر، وبالتالي سينجح الكاظمي إذا ما استمر بهذا الطريق، خصوصا أن هذا الطريق لا يتبنى متبنى سياسي معين، هو إصلاح عام لقاعدة جماهيرية فقدت الثقة بالمؤسسات وبالقانون العراقي بشكل صفري بحيث أنها بدأت تشعر أن لا بناء ما بعد 2003. طيب. أستاذ أحمد كمدخل إلى موضوعنا وإلى محورنا التالي بعد قليل، يعني اليوم الوضع الصحي يحظى بالأولوية في متابعة الحكومة لأداء المؤسسات المعنية الصحية بسبب جائحة كورونا،
هل تعتقد أن الملفات الخدمية الأخرى ستحظى بالأولوية ذاتها في المحافظات كافة، خصوصا فيما يتعلق بملف كملف الكهرباء؟ حياك الله أخي الكريم، حيا الله زميلي الأستاذ جاسم. بالنسبة نحن نعتقد أنه بالأهمية اللي يحظى بها ملف الصحي، بالتأكيد ينبغي أن يحظى ملف الكهرباء بذات الأهمية إن لم يكن أكبر، باعتبار أن قطاع الكهرباء له تداخل مباشر بحياة الناس، باقتصادهم، بمعاشهم، حتى بالنهوض بالواقع الصحي. والدليل على ذلك أن جهودنا كانت مستنفرة طيلة فترة أزمة كورونا لإدامة زخم العمل واستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والمراكز الصحية، بل وحتى تعظيم جهد وزارة الصحة من خلال ما تنتجه محطات الإنتاج من قناة الأكسجين واللي زودنا بها بعض المستشفيات. نعتقد أن ملف الكهرباء حاكم وحيوي، ينبغي أن يصير ويدعم بذات الأهمية اللي يدعم بها ملف الصحة. طيب، إذن هذا محور للدخول إلى الموضوع الثاني مشاهدينا الكرام، يعني المحور التالي المتعلق بوزارة الكهرباء، اللجنة التحقيقية التي تعقد اجتماعها منذ اليوم لمتابعة ملفات طويلة جدا على المستوى السنوات الكثيرة من 2005 وحتى يومنا هذا، ترى هل هي مهمة ممكنة في ظل المعرقلات الكبيرة جدا؟ سنتعرف على ذلك قبل حواري مع ضيفية، نتابع تقريرا حول الموضوع. فصل الصيف في العراق لا يشبه نظيره في أي بقعة من الأرض. يعاني العراقيون كثيرا في هذا الفصل من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يرافقه انقطاع وتذبذب في التيار الكهربائي في عموم البلاد، أمر يسهم في كل عام بخلق أزمة كبيرة ويدفع المواطنين للاحتجاج. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقول إن الفترات الماضية شهدت انفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة. إلى أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق. لذا تعمل الحكومة اليوم على تفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة، لا سيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية، بالإضافة إلى تزويد الوقود مجانا للمولدات الأهلية كي تساعد المواطنين في تجاوز هذه الأزمة التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية. تعتقد الحكومة أن ما أنفق من أموال على قطاع الكهرباء في السنوات المنصرمة وتركت منظومة الكهرباء الوطنية تعاني من الترهل وكثرة الأحمال وتقادم البنى التحتية، حتى بات عددا كبيرا من الأسلاك والمحولات الصغيرة لا تقوى على نقل التيار إلى المواطنين حتى في فترات القطع المبرمج، ما زاد من معاناتهم. علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد. إذن مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بعد هذا التقرير أعود للحديث مع ضيفية، وأبدأ معك أستاذ أحمد من جديد. يعني في واقع الكهرباء والحديث عن قضية متابعة ملفات كهرباء لطوال تقريبا 14 عاما أو أكثر بقليل، هل ترها قضية سهلة وممكنة في ظل المعطيات الموجودة؟ لا، بالتأكيد أنه ملف الكهرباء وتداعياته ملف كبير وملف شائك، ملف متداخل به جهات كثر ووزارات كثر. وعللنا سابقا أن مسؤولية الكهرباء تضامنية، وأن ملف تعايش سلمي، وأن ملف اقتصادي، وملف له تماس مباشر بكل حياة الناس في مجمل اختصاصاتهم. نعتقد أن تداعيات هذا الملف عللناها سابقا أنها للنهوض به تحتاج إلى ما يلي: تحتاج أولا قرارات حكومية، مو قرارات وزارة فقط، تحتاج إلى قرارات حكومية، تحتاج إلى دعم سياسي، ثم تحتاج إلى تفهم شعبي من قبل المواطنين، حتى يصير قطاع الكهرباء ذات جدوى وينهض بما عليه من واجبات. هسه بالمجمل نعتقد أن هذا غليان الشارع، التظاهرات الموجودة بالشارع، ازدراء الناس لخدمة الكهرباء، لا هم راضين على الكهرباء ولا حتى الوزارة اليوم عن الخدمة المقدمة للكهرباء، احنا ايضا ما راضين عليها، لا هي لبت الطموح لا المواطن وبالتالي ولا طموحنا احنا ايضا. هسه نعتقد ان الاموال اللي صرفت على الكهرباء كثيرة، نعتقد ان التداعيات كبيرة، نعتقد ان الازمات اللي مرت كبيرة، الحمل اليوم اصبح يؤرق المواطن باعتباره اصبح كاهل على المواطن، حتى اتخطر ان زيارة السيد رئيس الوزراء لمقر الوزارة
التي ممكن تعترض الوزارة، بالتالي المواطن غير معني بتداعيات الكهرباء ومشاكلها. واحد. ثانيا أوصى بأن يكون التوليد وأن يكون إنتاج الكهرباء مو فقط لسد الحاجة، لا اذهبوا إلى أفق أكبر من شأن أن يطور الحياة الاقتصادية والقطاع الخاص وغيره. بالتالي جملة هذه التحديات يفترض عملنا عليها بخطة سنوية. الخطة السنوية اللي كتبناها في بداية السنة كان من شأنها أولا أن تتكفل بالصيانات الدورية والاضطرارية لمحطات الإنتاج. يفترض إحنا عندنا الآن سقوف زمنية لمحطات الإنتاج سيد الكريم. محطات الإنتاج عادة ما تبدأ صياناتها الدورية من شهر العاشر إلى شهر السادس، تكون استعدادات لفصل الصيف ودخول الذروة. طبعا هذه السنة إحنا ما تمكننا من إكمال الصيانات الدورية اللي كانت سبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء. لماذا؟ بسبب اولا تداعيات الوضع الاقتصادي وانعدام الموازنات، ولا موازنه تشغيليه ولا موازنه استثماريه ولا حتى دينار واحد صرف للكهرباء لحد الان، هذا اولا. بعدين هو نسي الناس انه بشهر العاشر يفترض انه صياناتنا الدوريه تحصل. طبعا لما اقول صيانات دوريه ربما المشاهد ما يفهمها، انا اقول انه هذا التوربان يشتغل بعمر وساعات معينه، ساعات تشغيل معينه، في فترات يدخل صيانه تبدا من العاشر للسادس. طبعا ندخل وحداتنا بالتناوب، تستدعي الصيانات الدوريه تبديل قطع غيار، تستدعي الصيانات الدوريه تبديل مواد حاكمه بعمل هذه الوحدات التوليديه. هذه المره ما قدرنا نتمكن من اكمال الصيانات الدوريه بسبب نقص الموازنات اولا، بسبب حظر التجوال اللي بدأ واللي أصبح يؤرق حركة الموظفين، موضوع التظاهرات اللي عم البلاد وما قدرنا أن نتمكن من أن نديم العمل، جملة هذه الأسباب. طيب مجتمع يعني اليوم عندنا أزمة مالية واقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط في ظل الوزارة الحالية، نعم، عدم التصويت أو عدم تشريع موازنة 2020، هذه قضية تحدي آخر. يعني أكيد حضرتك ما كنت موجود في الوزارات السابقة والحكومات السابقة، اليوم أنت ناطق باسم الوزارة. لا بالي موجود صار 25 على مستوى الناطقية وليس، لكن رأيك في موضوع أنه عندنا كان عندنا موازنات انفجارية في حكومات سابقة وصلت إلى مستويات كبيرة جدا، يعني همنا كانت المحطات ما قادرة على أن تجهز نفسها من الشهر العاشر إلى السادس. لا شوف سيدي، للحديث عن هذا الكلام، أولا أنا ابن الوزارة صار 25 سنة، قبل لا أكون ناطق رسمي كنت مدير العلاقات بدائرة توزيع كهرباء بغداد. هذا الحديث يوعز كأنما للمواطن أن البنى التحتية لقطاع الكهرباء ما تطورت، بينما اليوم إذا تريد تستعرض أن البنى التحتية كيف تطورت بقطاع الكهرباء لابد أن أعرج على النهوض بالإنتاج من 3600 إلى 19000 ميجا. اليوم أنا وصلت بالإنتاج 19000 ميجا، لابد من أن تعرج بالحديث أن خطوط نقل الطاقة. إيش قد الحاجة المحلية للكهرباء؟ 25000 إلى 26000 ميجا. يعني الفرق؟ بعدنا فرق بالإنتاج، يعني أنتوا تقول 19. إيه بالتأكيد سيدي، ما أنا قلت لك بالبداية، قلت لك لا بالطموح المواطن ولا طموح الوزارة. اليوم موضوعنا بالطاقات التصميمية كان يفترض وزارة الكهرباء واصلة 36000، تمام؟ هسه الأموال ليش وين راحت؟ هسه خوب نبحثها، بدليل إنه عندنا الآن بنى تحتية واصلة نسبة إنجاز 90%، وواقفة تحتاج أمور بسيطة، أموال بسيطة حتى ندخلها بالخدمة. يعني اليوم لما أسولف على محطة الجالسية مثلا بصلاح الدين، طاقتها 1260 ميجا، ما يحتاج لها إلا 100 مليون دينار حتى تدخل بالخدمة الآن، تدخل بالعمل، والحديث عن دخول الوحدة التوليدية الأولى سيتم بنهاية الشهر الثامن. موضوع إنه هذا الموضوع اللي طرح، لا الكهرباء يعني طورت بناء تحتية، نهضت بالإنتاج من 3600 ل19000، فكت خطوط نقل الطاقة واختراقات نقل الطاقة، بحيث كان عندنا 12000 كيلومتر الآن نتحدث عن 36000 كيلومتر من الخطوط الناقلة، نصبنا المحطات التحويلية، نصبنا المحطات الثانوية. اللي لمسه قبل ما انتقل إلى سيد جاسم، اللي لمسه المواطن من هذا التطور ايش قد نسبته؟ مو هو ربما ما لمسه بواقع ملموس، نتيجة زيادة الطلب، نتيجة تفسيخ المناطق على نحو زراعي وعشوائي، نتيجة للتطور الحياة الاقتصادية، نتيجة لتعرض بنانا التحتية للدمار في المحافظات المحررة في المناطق المحتلة. مضافا إلى ذلك هسه تريدنا أنا أقول لك أنه ماكو سوء إدارة، ماكو سوء تخطيط، ماكو فساد؟ لا بالتأكيد. لا أكو. نقول يعني رئيس الوزراء شخصة يقول الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة، ولذلك احنا رحبنا أو كنا أول المرحبين بتشكيل اللجان البرلمانية لمراجعة عقود الكهرباء، وأوصينا تشكيلاتنا ومقراتنا أنه افتحوا الأبواب أمام اللجان وخلي تراجع وتدقق، ويا ريت والله يطلعون لنا كم فاسد ويخلصونا من عندهم، راح نكون احنا وياكم نفضحهم امام الراي العام. زين استاذ جاسم، رايك بهذا الموضوع؟
يعني فقط طبعا أنا معجب بما طرح أستاذ أحمد، ولكن تعرف على أرض الواقع أحد مهددات الأمن المجتمعي هو الوزارات الخدمية وما يتعلق بالكهرباء، وكأنها أصبحت يعني ثورة سنوية تدار في العراق، وكل رئيس حكومة وكل حكومة وكل وزير كهرباء يتعرض لانتقادات شديدة، وربما تمارس بعض القوى السياسية تفعيلها بشكل كبير جدا. لا يعني لا يوجد توضيح وتفكيك للمشهد. طبعا وزارة الكهرباء بكل تأكيد عليها علامات استفهام كثيرة. علامات الاستفهام أن الأموال التي صرفت إلى وزارة الكهرباء لم تحقق الاكتفاء الذاتي. أنا لا أتحدث عن هذه الفترة، أتحدث عن فترات ربما السابقة. نعم. النقطة الأكثر اعوجاجا في كل الوزارات ومنها وزارة الكهرباء أن الهرم الإداري للوزارة مبني على الولاءات الحزبية دون الكفاءة، وهذا طبعا معرقل كبير جدا. يعني لا يمكن لمهندس متخصص بالإلكتريك بالكهرباء بالمشق بالميكانيك أن يلعب دور كبير وأن يأخذ دورة الكبير كمدير عام على سبيل المثال إذا كان هناك مدير ودرجة خاصة تعين من قبل الأحزاب، وهذا معرقل وسوء إدارة في ترتيب أولويات علمية وزارة الكهرباء. النقطة الثالثة والأخطر هو مساحة الفساد المالي والإداري، والذي جعل من الشارع العراقي لا يثق بالمؤسسات وبالقانون. لربما حتى مخرجات الكاظمي اليوم التي سيد الكاظمي التي تحدثنا عنها ستكون في نقاط تشكيك كبيرة على أن هذه المؤسسات الحكومية غير قادرة على أن تعيد إنتاج نفسها بالشكل الإيجابي باعتبار أن كل ما جرى حالة سلبية. طبعا المواطن لا يتفهم بشكل كبير هذا التحول من 3000 ميجاوات إلى 19000، وطبعا هذا رقم كبير جدا. وبنفس الوقت أنا شخصيا أرى كثير من المواطنين ممكن يعني لا يستغني عن كثير من الحاجات الغير ضرورية في البيت، وبالتالي يشكل ضغط كبير جدا على الكهرباء. بنهاية المطاف الحكومة العراقية في فتح ملف الكهرباء هو ليس فقط بفتح ملف الكهرباء فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري، لأن أحمد أنا أتفاجأ عندما أجد هيئة نزاهة واللجنة في مجلس النواب، لجنة النزاهة في مجلس النواب والادعاء العام والمفتش العام قبل أن ينحل، وأعتقد ديوان الرقابة المالية، كل هذه الخمس مؤسسات لم تتمكن من أن تحد من الفساد المالي والإداري وإدارة الفساد المالي في وزارة الكهرباء أو غير وزارات أخرى. بمعنى أن الخلل ليس فقط في من يسرق المال، الخلل في التوازن الحزبي بين وزارة تتشكل من أجنحة حزبية وكتل سياسية ولجان تتشكل أيضا من أجنحة وكتل سياسية، وبالتالي يصبح هناك توازن وعدم الخلل. أستاذ جاسم أحسك تحاول تمسك العصا من الوسط، لا تريد تجور على وزارة الكهرباء. لا مو فقط لا أنا وزارة الكهرباء بالعكس أنا وزارة الكهرباء في منطقتي رابطيها بالترافيك لايت بالإشارة الضوئية، بس ما أذب اللائمة على أستاذ أحمد وهو مهندس. أنا أتحدث متراكمة بس لازم توصل إلى نقطة الحل. نقطة الحل هو أن يفتح ملف الكهرباء من الألف إلى الياء بشرط أولا أن تتخلى يا أخوان البكتو كافي والله قصور وأبنية وكافعات، القوى السياسية أن تتخلى على أن لا تؤثر لا على رئيس الوزراء ولا على اللجان التي تتشكل في محاسبة ومعاقبة الفاسدين في وزارة الكهرباء. هذه نقطة. النقطة الثانية أنا أطلب من السيد رئيس الوزراء أن لا يشكل لجنة توافقية. من يشكل لجنة توافقية ماكو حل، يعني يجيب من هاي الكتلة ممثل وهاي الكتلة ممثل، والله نروح لوزارة الكهرباء. محترماتي استاذ احمد الشاعر، لجنة برلمانية ولا الاول النائب الاول السيد حسن الكعبي وبدت اعمالها منذ اليوم في متابعة ملفات سابقة، لكن حضرتك ذكرت نقطة. نعم. قلت انه القضايا السياسية والتأثير الكتل والاحزاب السياسية في ملف الخدمات، هي الكتل والأحزاب شلون تأثر؟ خليني أنقل لك اللي ذكره وزير الكهرباء السابق، يقول إنه الوزارة يديرها مدير عام، المدراء العامون هم اللي يديروها مو الوزير، الوزير يروح، حتى إنه قال إنه الوزير الحالي هو كان مدير عام، في إشارة إلى إنه هيكلية الوزارة هي المسؤولة وليس شخص الوزير اللي يذهب ويجي وزير ثاني كل 4 سنوات والمشكلة تتراكم. إذا أخذنا بهذا الحيز الافتراضي هذا التقاتل والقتال على الوزارات ما إلى داعي من الكتل السياسية. أصلا أغلب الكتل السياسية تأتي للوزارات من أجل الاستثمار، والدليل أن منتجات
مخرجات هذه الوزارات لن تصب في مصلحة الشارع العام. انطيني وزارة صناعة منتجة، انطيني وزارة زراعة، انطيني كهرباء، انطيني نفط، انطيني أي وزارة أخرى منتجة بحيث الشارع يلمس ذلك. الأجور اللي تأخذ من المواطن أكثر من الطاقة الكهربائية اللي تتوفر له على سبيل المثال، بمعنى السيد رئيس الوزراء إلا إحنا حتى الكهرباء أنا يأخذ من عندي والله تقييمي يا بشنو تقييمي، يقول لي ما عندك مقياس يا أباني. بس أستاذنا إذا تريد تقيسها اليوم بكل دول الجوار والمحيط اللي داير بالعراق إحنا نطلع فرق. إيه بس نفس الشيء دول الجوار مستمرة بالكهرباء 24 ساعة وأنت رابطيها بالإشارات الضوئية. ما إحنا أما إحنا بالنسبة لنا لو تكون عندنا جباية الدول المحيطة بينا كان إحنا قدرنا نطلع الكهرباء. النقطة الأهم في ملف وزارة الكهرباء أنا باعتقاد السيد رئيس الوزراء حتى السيد النائب جل احترامنا وتقديرنا هو من الكتلة السياسية يعني خليه يكون عضو باللجنة أو رئيس، أنا برأيي يجب أن تكون لجنة مختصة من مجلس القضاء ومن الفنيين المتخصصين وتشترك بها بعض منظمات المجتمع المدني المتخصصة أيضا والنزاهة بحد ذاتها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الرصين وتفتح طبعا مو فقط وزارة الكهرباء، السيد رئيس الوزراء ربما النمبر وان الآن يفتح وزارة الكهرباء ربما سيصل إلى أرقام أخرى. لكي يطمئن الشارع يجب أن تقرر هذه اللجان حقيقة ما يجري في وزارة الكهرباء. طيب. يعني مو ملف يؤجل وبعدين والله فتح الملف. أستاذ أحمد العراق عند اتفاق مع شركتين أكبر شركتين جنرال إلكتريك وسيمنز. إذا أردنا نتحدث عن سيمنز ونحاول نجد أقرب تجربة مشابهة هي التجربة المصرية اللي أثبتت نجاحها خلال مدة قياسية وبمبلغ أقل يعني ونجحت، لكن لم نرى أثر الاتفاق مع جنرال ومع سيمنز في العراق. ليش؟ لا بالنسبة إلى مقارنتنا بالتجربة المصرية راح تلمس الفرق واضح، واما تجربتنا احنا وقعنا اتفاقيه اطاريه مع شركه سيمنز وكانت تجربتنا انضج بدليل انه اولا كانت تستلزم ضيافه 11000 ميجا وات، كانت تستلزم ضيافه 13 محطه تحويليه، كانت التجربه تنص على ان يدخلون للمناطق بشبكات توزيع ذكيه ينصبون المقاييس الذكيه بغيه الحد من الضياعات وازاله التجاوزات وغيره. جمله هذه الاتفاقيه الاطاريه كانت مغطاه بعنصرين رئيسيه، اولا كانت محكومة بالسقوف الزمنية، خب بالتالي ما موعدهم عصا موسى يطب ويشتغل. جملة التزامات كانت على الوزارة وجملة التزامات على الشركات اللي تعاقدت معها الكهرباء، حكمت أولا بسقوف زمنية، كان السنة الأولى مكلفة بضيافة 800 ميجا وات، بالسنة الثانية 2600، بالسنة الثالثة والرابعة كذا، بس هذه الالتزامات فضلا عن السقوف الزمنية كانت محكومة يعني بأموال. اليوم احنا الحديث عن تداعيات الوضع الاقتصادي عربك هذا المشهد بجزئية كبيرة واحدة. شيء ثاني جنرال إلكتريك نفس المقام، بس احنا اليوم سقوفنا الزمنية ماضية، جملة العمل مع تلك الشركتين ماضية بدليل انه المرحلة الاولى من عمل سيمنز مضت المرحلة الاولى من عملنا مع شركة سيمنز. السيد رئيس الوزراء من بعد الدفوعات والشروحات الفنية التي قدمتها وزارة الكهرباء واعتقد كانت الاجتماعات جميعها مثمرة لان وضعناه، هو راد يستفهم اسباب تراجع ساعات تجهيز الكهرباء. ليش احنا العام كنا نجهز افضل حتى توليدنا كان افضل، ليش تراجع ساعات تجهيز الكهرباء بهالشكل؟ عزينا لاسباب، اولا انه يابا ترى مواد حاكمة لدامة الشبكة ما عندنا لان اموال ماكو، ثانيا زيادة الطلب على استهلاك الطاقة، ثالثا الخطة الوقودية اللي يفترض ان توفر لمحطات الخطة الوقودية. خلينا نتوقف يا استاذ احمد لان عندي سؤال. بالمناسبة سألتني ليش تجربة مصر احنا مو على غرارها، انا قلت لك احنا انضج. تدري ليش تجربة مصر؟ اولا تدري اللي اشتغل منه سيمز؟ اشتغلت فقط اشراف وقطع غيار. اللي نفذ منه نفذ الجيش المصري نفذ ونفذت الشركات يعني للقطاع الحكومي المصري. بس على الأقل بدت سيمنز تتحرك داخل مصر وهذا ما عدنا بتتحرك، يعني أثر هذا التحرك لحد الآن ما واضح. مو بالتأكيد احنا أولا نشوف الاتفاقية تنص على 4 سنوات. احنا شو وقت تعاقدنا مع سيمنز؟ بنهاية عام 2011، فثمارهم بعد ما أتت أكلها. هاي واحدة. ثانيا اتفاقية مصر، ترى مصر كان عندهم مشكلة بقطاع الانتاج فقط، ما عندهم مشاكل بالتوزيع والنقل. يعني سيمنز لما جت اشتغلت ويا مصر اللي نفذت اوراسكوم السويدي طبعا والجيش المصري، الجيش المصري
اخذوا ينصبون منظومات تبريد ذكيه داخل المحطات، رفعوا هو اصلا كانت محطات قائمه. اتوقف وياك بهذه النقطه لان عندي تفصيل بها، عذرا على المقاطعه. مشاهدينا، بالعوده الى موضوعنا الاول، الى زياره رئيس مجلس الوزراء الى محافظه كربلاء، وهذا ايضا لا يبتعد كثيرا عن موضوعاتنا المتعلقه بالخدمات المقدمه للمواطن. ينضم الي محافظ كربلاء السيد نصيف الخطابي. سياده المحافظ، مرحبا بك في هذه الحلقه الخاصه في ظل زياره رئيس مجلس الوزراء الى محافظه كربلاء. بالتاكيد طرحت كثير من القضايا المتعلقة بالمحافظة والخدمات الأساسية، ضعنا في صورة أبرز النقاط التي أشار إليها رئيس الوزراء والتي طرحت من قبل المحافظة. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. تحية لكم المشاهدين العراقية في كل مكان. اليوم كانت زيارة مثمرة وجيدة وناجحة للسيد رئيس الوزراء الأستاذ الكاظمي، وطبعا هذه الزيارة بالأصل كانت باكورة أعمالها وافتتاح مستشفى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الذي هو بعهدة شركة تركية، 492 سرير، سيقدم خدمات كبيرة وجديدة ومهمة إلى المواطنين الكربلائيين خاصة. وطبعا أخي العزيز، قبلها سبقها اجتماع مهم في ديوان المحافظة وتحدثنا مع السيد رئيس الوزراء في عن ما تحتاج كربلاء ومتطلباتها والتحديات والمنجزات والمشاريع التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة ومستوى الخدمي ومستوى الإعمار في محافظة كربلاء واحتياجات كربلاء المقدسة. وكذلك تحدثنا عن مظلوميتها في قضية التخطيطات المالية وقضية الكهرباء. نعم. بعد ذلك طبعا كان هناك زيارة مهمة لمصانع، خاصة مصانع مهمة جدا. أكد السيد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص والقطاع العام والمختلط هي كلها تدور في بوتقة تنمية شاملة وخلق فرص عمل كبيرة. نعم. أكد في إحدى لقاءاته وأجاب عن سؤال بطريقة واضحة لا لبس فيها، عندما سأل أحد الإعلاميين لماذا في الفترات السابقة أو في الفترة السابقة كان هناك مشاريع متلكئة كثيرة، الأسباب الرئيسية، وكانت الإجابة واضحة وهي دقيقة كذلك، سوء الإدارة والفساد هي واحدة من الأسباب المهمة لتلكؤ المشاريع. نعم. اليوم طبعا أكيد السيد الوزراء أكد على آليات مهمة جدا وفعالة في تطويق فيروس كورونا. طيب سيادة المحافظ، يعني أستغل وجود الناطق باسم وزارة الكهرباء الأستاذ أحمد موسى في ضيافتنا في هذه الحلقة، وأنت ذكرت أنه شوية ما واضح إذا ما سيادة المحافظ، نستغل وجود السيد أحمد موسى الناطق باسم وزارة الكهرباء في ضيافتنا في هذه الحلقة، وحضرتك ذكرت أنه جزء مما طرح من القضايا يتعلق بالكهرباء، نريد توضيح أكثر حول النقاط اللي طرحت المتعلقة بأزمة الكهرباء في محافظة كربلاء. سيادة المحافظ تسمعني؟ نعم. سيادة المحافظ، يعني خلينا نتحدث عن النقاط المتعلقة بالكهرباء حاليا واللي طرح على رئيس مجلس الوزراء. يعني احنا طرحنا عدة نقاط أساسية في موضوع الكهرباء، نقاط في قضية حصة كربلاء المقدسة. نعم. وهناك للأسف مظلومية لا زالت مستمرة، كربلاء المقدسة من حصتها الأساسية تستقطع 200 ميجاوات، وهناك يجب أن يأخذ نظر الاعتبار خصوصية هذه المحافظة وزوار هذه المحافظة. ولكن أنا أتحدث بشكل واضح بالاستحقاق الاعتيادي لهذه كربلاء، هناك لا يقل عن 200 ميجاوات لم تجهزها وزارة الكهرباء وهي مصرة على هذا الأسف، والقضية مركزية وهناك تعرف أنت التجهيز مركزي. نعم. والقضية الأخرى قضية آليات بالإمكان إشراك المحافظات في ملف حل مشكلة الكهرباء في حال أطلق. نعم. عزيزي، نعم. في حال أطلقت آليات واضحة للاستثمار في الكهرباء في المحافظات، نحن نتوقع بشكل واضح أن تكون المشكلة هي أقرب إلى الحل، وإلا لماذا لم تحل منذ سنوات عدة؟ طيب واضح جدا.
نعم. سيد نصيف الخطابي محافظ كربلاء، شكرا جزيلا لك، وأطرح ما ذكرته على الأستاذ أحمد موسى، يعني ليش تأخذون 200 ميجا واط من حصص المحافظات ومنها كربلاء؟ أنا اسمح لي أقول لك أن جزء من تداعيات وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء هو تجاوز بعض الحصص، بعض المحافظات على الحصص المقرر لها. يعني أسأل المحافظة تقول الوزارة تقطع حصص، أسأل الوزارة تقول المحافظة تتجاوز. موضوع تجاوز بعض المحافظات على الحصص المقررة، اليوم احنا اكو جهاز او هيئة اسمها الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات اللي عضويتها السادة المحافظين، وهي هيئة ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. طبعا من قعدنا حطينا التوتل، طبعا عضويتها الموارد المائية والتخطيط والكهرباء والمالية، من وضعنا التوتل العام لتوليد الطاقة الكهربائية لمجمل المنظومة تم تحديد حصص للمحافظات من الطاقة، حصة كل محافظة قد من الطاقة. هسا أنا حصة المحافظة من الطاقة مو خال عليك كاك بورة سدة، أنت لك هالقد وإذا تعبر أسد عليك البوري. يفترض أنه أنا عندي مناولات اسمها مناولات تحت الذبذبة، يعني الأندر فريكونسي، حتى أحكم بها الخطوط وأحكم بها المحطات. من تصير أحمال المحافظات تعلى، ابو مركز السيطرة الوطني ينبه المحطات اللي عنده يقول له طفي، بدأ اللود عندك يصعد، تمام؟ بالتالي تحكم هذه المنظومة بمناولات الذبذبة. بعض الإخوة المحافظين يجي للمنظومة يرفع مناولات الذبذبة من الخطوط والمحولات الرئيسية، ايش راح يسوي؟ اولا راح ياخذ حصة. بأي صلاحيات؟ بصلاحيات محلية، ولذلك احنا اشكلنا عليهم، قلنا اولا وزارة الكهرباء وزارة اتحادية تتبع بقرارات الحكومة المركزية، ما معنية بالشأن المحلي وحده. ثانيا رفع مناولات الذبذبة من الخطوط راح يأثر على باقي المحافظات، يعني اذا ابو كربلاء اخذ راح يأثر على ابو بابل، اذا ابو بابل اخذ راح يأثر على بغداد. ولذلك انت تشوف تجهيز بغداد كل المحافظات احسن من بغداد. تدري ليش؟ لان احنا اغلب محطات الانتاج عندنا اللي هي عمود فقري للمنظومة مو بغداد. يعني اليوم الحديث عن محطة الزبيدية، الحديث عن محطة الخيرات، الحديث عن محطة الخور، الرميل الغازية، اغلب المحطات للتوليد هي مو بغداد. من يجي يرفع مناولات تقول تجهيز المحافظات افضل من بغداد؟ يتصور انه تجهيز المحافظات لا جيد. لا لا لا، مو بالمجمل، انا قدمت الاعتذار للمواطن، قلت من حق المواطن يتظاهر يطلع يتالب علينا، بالتالي احنا نشعر ما قدمنا خدمه مرضيه للمواطنين. زين. بس لاسباب سقناها، قلنا موازنه ماكو، قلنا مو مناطق زراعيه مفسخه، قلنا زياده الطلب، قلنا جبايه ماكو معقولا نشتري المواد الحاكمه، جزء منها تجاوز بعض المحافظات على الحصص المقرره لها. طيب طيب استاذ جاسم، يعني الجانب السياسي المتعلق بالملفات المطروحه في وزاره الكهرباء اليوم، يمكن لجنه تحقيقيه خلت ملفات على الطاوله للمناقشه، خلينا نختار ملف من عدوى والابرز الوقود المشغل للمحطات، يعني بين ليله وضحاها نتفاجئ بان الوقود وقود غازي والعراق لا يمتلك الغاز لتشغيل المحطات، المفروض المحطات تعمل بالديزل، وهذا ادى الى معضله كبيره جدا في استيراد الغاز المشغل لمحطات الطاقه الكهربائيه. هذا ملف خطا فني لو ملف سياسي؟ لا، ملف سياسي بكل تاكيد، مو فني، لانه لو مستشيرين الفنيين في وزاره الكهرباء، انا على يقين الستاف العلمي الموجود في وزاره الكهرباء بكل تاكيد سوف لن يحدد محطات غازيه، باعتبار العراق غير منتج، ولديه غاز ولكن غير منتج. لا بس هذا مفهوم مو صح، يعني هاي الناس تفهم ان المحطات الغازية تشتغل فقط على الغاز، هذا مو صحيح. شلون هذا؟ احنا عندنا محطاتنا تشتغل على ثلاث انواع الوقود، تشتغل على الغاز، تشتغل على النفط الاسود، وتشتغل على الكرود. زين. هسه تشتغل، هسه ليش يسموها غازية؟ لان تشتغل على الغازات المحترقة من كل هذه المواد. مو بالضروره غاز غاز يعني. زين، احنا اذا عندنا محطات تشتغل، يعني تجاوزنا على الاجابه استاذ جاسم، بس خل اجاوب. ليش نستورد الغاز اللي نشغل؟ ليش ما يكون اعتمادنا على البترول الاويل النفط اللي عندنا الموجود؟ نعم. هو اللي يكون الاساس في تشغيل كل المحطات. الغاز اويل؟ الغاز اويل. الغاز اويل اغلى حتى من لا مو الغاز اويل، هو النفط بحد ذاته، النفط الاسود. النفط الاسود. ما محطاتنا الان تشتغل على النفط؟ مو كل محطاتنا تشتغل، والدليل ما عندنا وقود. ليش ما عندنا نفط اسود؟ احسنت سيدنا، ما عندنا نفط اسود. انا ما العب، انا هذا تخصصك، تخصصك. انا اخذ الجنب، العفو بس اخذ، اسمح لي احمد، بس اخذ الجنب السياسيه. الجنب السياسي اقول ان اغلب الشركات اللي تم التعاقد عليها في الوزارات السابقه، يعني منذ ما بعد 2003، يبدو ان الكوميشن يعني الفساد هو الذي تسيد على مفهوم بناء المحطات،
وواضح جدا ان المحطات لم تكن مترابطه مع بعضها البعض، بحيث الان نبحث عن 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 صيانه، نبحث عن في فتره معينه تحدثنا عن خطوط امداد وعدم وجود خطوط الامداد، وبالتالي لم تكن هناك شركات رصينه ذات باع طويل مثل الشركات اللي تحدثنا عنها، اسست او بنت بمرحله جديده من محطات كهرباء ربما تحقق بعض الاكتفاء الذاتي. انا اقول المفهوم السياسي، الضغط السياسي لعب دور كبير في عمليه التفاهم مع بعض الشركات، لا اتحدث بشكل عام، ولكن هذا الذي يجري. ما يختص فنيا للاستاذ احمد ما يتحدث به صحيح، هو اكثر من عندنا معرفه وعلميه حتى ملف في الشركتين استاذ جاسم. اليوم هناك حديث عن ضغط من جنرال على سيمنز والألمان تحدثوا بلسان واضح جدا أن هناك ضغوطات أمريكية على هم بتحدث الألمان احنا سألناهم ولا الألمان هو روج على أن السفير اللي صرح سألناهم ولا واحد ولا من الشركة ولا السفير ولا أي واحد من علاقات الشركة ولا من دارة الفنية قال احنا مضغوط علينا من أمريكا. بمعنى شركة سيمنز ده تعمل الآن تعمل بشكل كبير جدا وواسع وماكو ضغوطات عليه؟ هسه تقول لي ماكو ضغوطات، هسه انا ما معنيين بها، انا من سالته قال لي ما عليه ضغوطات، قلت له اكو عليك تقاطع مع جنرال كتريك قال لا، قلت له اكو ضغوط عليه قال لا. يعني طبعا استاذ احمد بالنسبه لنا كتحليل، احنا ما يطرح بالاعلام استاذ احمد انا ما يطرح بالاعلام الان تاكيد صحه المعلومه وعدم تاكيد صحه المعلومه هذه تختص بها حضرتك انت، انا اتحدث كاعلام يعني ما يكون هناك تصريح على مستوى يقال ان السفير يقول ان هناك ضغوطات. بكل تاكيد الواقع السياسي في العراق اقتصاديا واجتماعيا ولوجستيا يتطلب ضغوطات وتصارع وتقاطعات كبيره جدا، والدليل ان الشوبينج الاسواق العراقيه تتعرض لضغوطات تركيه ضغوطات ايرانيه، فما بالك بما يتعلق بالشركات وهذه الشركات تاخذ مليارات الدولارات. بكل تاكيد الجانب الامريكي اكثر حرص من اي دوله اخرى، يريد ان يستغل الوضع في العراق ويتبنى مفهوم شركات. الالمان ايضا لديهم، الروس لديهم الرغبه، ما عقد مع الصين ايضا لم نتعرض ايضا لما تم الاتفاق مع الجانب الصيني، وكانت هناك فوضى كبيره وتظاهرات واصوات وارادت ان تسقط حقيقه الاتفاق الصيني العراقي. اذا ما تعرضت له شركه سيمنز ليس بالغريب، وقد يكون هذا النفي الالماني هو نفي سياسي. بكل تاكيد الالمان لديهم حكمه من السياسه، لا يريدون لا يريدون ان يصطدموا بالجانب الامريكي، وبالتالي يفون ذلك. الصرب اتهم الصرب على انهم يدربون بعض الشباب في تخريب المجتمع، طلع السفير الصربي في بغداد قال لسنا نحن من نخرب، هل هذا ان الصرب لا تعمل بهذه الطريقه؟ نعم هناك ادله يعني واثباتات يعني انا ضغط سياسي ضغط انا اقصد طيب احنا جانب الفن المختص انا اقصد استاذ احمد لا انا بس استاذ احمد انا اقصد ليس بالضروره ما قاله الالمان هو الصحيح. نعم قالوا الالمان اولا كانوا بالون ارادوا حقيقه ان يطلقوا هذا البالون، ثم تراجعوا عن هذا البالون. المصالح الالمانيه الامريكيه اكبر من المصالح العراقيه. هسه ضغط سياسي بكل تاكيد هسه على لا لو وجد هذا الضغط على لا يؤثر على الملف الفني خوب احنا غير معنيين. هسه خلينا بالملف الفني، اتفاق بين وزارتي النفط والكهرباء، وانا اريد اعرج هو على نفس الموضوع اتفاق بين وزارتي الكهرباء والنفط للحصول على وقود وطني بدل من المستورد. نعم. هذا راح يحل المشكله بالتاكيد، والمواطن اليوم يسال احنا في وصلنا الى ذروه الصيف. نعم. ويسال عن الايام المقبله. نعم. شنو اللي راح يشوفه من وزاره الكهرباء استاذ احمد؟ بالمجمل اليوم وزاره الكهرباء او تسالني على راي شخصي، اليوم احنا نتبنى دمج الكهرباء بالنفط حتى تصبح وزاره طاقه. تدري ليش؟ حتى بعد ما كل من يقول انا هذا الجزء المتعلق بي وذاك الجزء ما متعلق بي، اليوم ضمان عمل محطات الانتاج ماكو تعاون بين وزاره النفط؟ اكو تعاون، بس اليوم اكو جمله التزامات ينهض بها يكون قطاع واحد. استاذنا عزيز في كل العالم اليوم اكو وزاره اسمها وزاره الطاقه النفط. وزاره نفط نعم وزاره الطاقه معنيه بالنفط ومعنيه بالكهرباء. اليوم احنا هذا السبب بتلكؤ محطات الانتاج، او مو بس تلكؤ، كلفنا حتى من موازنه الكهرباء ان نصرف، مو دام تسالون وين الفلوس، 12 مليار و800 مليون احنا صرفناها بس على الوقود الغازي والمستورد، بس الوقود اللي شغل. وهذا سبب تلكؤ من وزاره النفط؟ هسه مو بضروره تلكؤ، احنا نعي ان التدمير طال البنى التحتيه حتى لوزاره النفط. خلينا نوجه المسؤوليه. انا جايك بالكلام، انا اليوم راح اكون صريح وياك واحسب الكلام علي. طيب تفضل. هسه بالمجمل اليوم اكو حقول الغاز ببعض المناطق وبعض المحافظات خربت بناها التحتيه وهم معانا ومن تدمير البنى التحتيه.
للكهرباء للنفط. نعم. الشيء الثاني اللي ينبغي أن يسأل، وين كانت الحكومات من تأهيل حقول الغاز؟ إحنا ليش الغاز الآن عندنا يحترق يطلع وين نفط ويحترق؟ وين كانت جولات التراخيص؟ وين كان أداء الحكومات اللي يا مصحنا يا بأهلوا حقول الغاز، يا بأهلوا شبكة الأنابيب الواصلة للمحطات؟ عم جت تكلفنا 12 مليار و800 مليون، هاي الموازنة تخلق قطاع واحد للطاقة، ليش ما حالوا حقول الغاز؟ ليش خليتنا نروح استورد غاز من ايران كلفته سنويا مليارين و600 مليون؟ ليش مو اهلت بيع حقول الغاز؟ تمام؟ هسه هاد تسال عليه الحكومات السابقه. هسه استوردوا الغاز ووصل لوزاره الكهرباء وشغل المحطات. نعم. بالنتيجه التجهيزي اللي تقدم للمواطن يوازي الوقود اللي شغل المحطات. باوع سيدي كريم. انت قلت لي احكي بصراحه، واليوم ملفات يعني اليوم انت تريدنا استورد غازي كله؟ باوع شوف. أنا من قلت لك المحطات اللي عندي تشتغل على ثلاث أنواع وقود، تشتغل على الغاز وتشتغل على النفط الأسود وتشتغل على بس اليوم من نشغلها على الكرود مو مثل من نشغلها على الغاز. كفاءتها تقل، صياناتها تطلع من الخدمة أكثر، لأن اليوم سيارة تشتغل على البنزين أنا مشغلها على الغاز، تمام؟ منو تطلع بها مشاكل ولا لا؟ بس كفاءتها تقل بالتأكيد. لو أقطع الكهرباء على المواطن لا لا بس اسمح لي بس اسمح لي من اقول اليوم سياره شغلها على الغاز وهي تشتغل على البنزين، هسه فضلا عن سرعه الخوف راح تطلع بها مشاكل فنيه. انت ذكرت انه المحطات تشتغل بثلاث انواع من الوقود. نعم. معناتها هي بتصميمها الفني تعمل على الغاز. أي. وعلى الخام نفط الخام وهذا. نعم. نفط متوفر. بس هي بالمجمل كان مصمم لها تشتغل بالنحو الافضل على الغاز. صار تحوير بالمحطه؟ لا لا ما صار تحوير. زين. بس اليوم بدي اقول لك اني هسه اليوم السياره مو تشتغل على بنزين محسن وبنزين عادي. لا بس خلينا نفهم استاذ احمد، الغاز الغاز بس بلحظة. الغاز اللي يستخرج غاز الغاز الوقود النفطي بعد من هنالك المحطات بنيت في بعد سياسي غازية وكان يفترض ان مو هيك بس لحظة معنا اليوم نصب المحطات كان يستلزم تشتغل بالغاز بكفاءة، من ماكو غاز اويل نفط تشتغل احسن تشتغل بالنفط، اذا ماكو تشتغل بالنفط الاسود اللي هو كروت بس كفاءتها تقل. كفاءات هذه ليش تقل اذا هي مصممه انه ممكن تشتغل بالنفط الاسود؟ يعني هسه السياره ما تمشي على البنزين عادي؟ تمشي لا لحظه من احط لها بنزين محسن احسن لو مو احسن؟ تمشي صح لا واحده. ثانيا اليوم انت بده ما مقتنع مو لا 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 مقتنع بس مقتنع. بالذروه بس تحتاج انت انه المحطه جهد. المحطه تعمل بانواع للوقود. نعم. النفط الخام بالذروه ما عندك خيارات هو النفط ما انا دا اعطيك يعني دا اعطيك هسه مثال زين. انا اقول لك سياره تمشي على البنزين من احطها بنزين محسن احسن له العادي المحسن كفاءتها سرعتها مشاكلها الفنيه زين فما بالك بس اذا كان مشاكل محسن شلون يعني خلي السياره لو اشغلها انت تعال اعطيني اليوم محطه قاعده لان ما بيها غاز اعطيني محطه قاعده ما بيها غاز اويل ما بيها كرود بس مشاكلها الفنيه طلعت منين طلعت؟ اولا من نشغلها على المشتقات النفطيه الباقيه راح تطلع بها اولا انتاجها يقل انتاجها يقل مو مثل ما مشغلها على الوقود الاصلي. زي. ثانيا المشاكل الفنيه اللي راح تطلع راح تستدعين اسوي صيانه وابدل قطع الغيار وانه بجيب عاملها كيميائيا بمعطلات فانديوم وغيره بالتاكيد زين هذا اذا انا مشغلها فما بالك اذا بها عمر افتراضي وساعات تشغيل وداخله برنامج تاهيل وصيانه وما كملت لان ما عندي استاذ احمد هذا الموضوع يحتاج الى حلقات طويله نتحدث بالموضوع موضوع الكهرباء متجدد لكن المستجد به هو بانتظار نتائج اللجنة بالمجمل احنا اطلعنا على نحو دقيقة لو تسمح لي بالمجمل احنا جملة هذه التداعيات وضعناها امام السيد رئيس الوزراء طيب. وهو الرجل مهتم اوعز بما يلي بمعالجات اولا اوعز لوزارة المالية ان نوفر جزء من الاموال اللازمة لادامة زخم العمل لقطع الكهرباء ثانيا اوعزنا بالموافقة ان نروح لبعض الشركات الحكومية اللي هي وزارة الصناعة اللي تصنع المحولات والقابلات والاسلاك انه يدعموا الكهرباء بالعاجل لان احنا روح اشتروا من عندهم بالعاجل وبعض القطاع الخاص الموردين والموزعين ايضا روح اشتروا من عندهم بالعاجل هسه احنا بصدد تشخيص المشكله والحلول فيما بعد اليوم اللجنه التحقيقيه راح تطلع الملفات وبانتظار نتائجها انت ذكرت انه اكو فساد انا احكي بالجزء المتعلق بالمواطن هسه اقول شو وقت تجينا هو المواطن هي سلسله وحده مرتبطه بالثانيه استاذ احمد نعم. يعني التجهيز مرتبط بالجانب الفني الجانب الفني مرتبط بالجانب الاداري الجانب الاداري مرتبط بالجانب السياسي وهكذا لا احنا معزولين من اي تداعيات سياسيه غير معنيه بهذا
الاداره صدتوها علينا توكلوا بالله. طيب استاذ احمد موسى الناطق باسم وزاره الكهرباء، شكرا جزيلا لك. اشكر ايضا المحلل السياسي السيد جاسم المسوي، شكرا جزيلا. مشاهدينا في ختام هذه الحلقه الخاصه من العراقيه الاخباريه، شكرا لكم، في امان الله ورعايته.